فائدة أخرى، وما أجمل الحوار الهادئ والنقاش الذي يراد منه الفائدة. حاورني أحد من عوام الناس، سبحان الله، قد يكون من عوام الناس عنده من حسن الحوار واستطعام المعلومة والفائدة ما ليس عند غيره، وللأسف سبحان الله. يقول ويبدو أنه يراني أني أكثر من تحريص الناس على تعلم اللغة العربية، لأن من تعلم اللغة العربية بإذن الله عز وجل تعطيه تلك المعرفة تسهيلاً لفهم النصوص الشرعية، أيضاً يصح لسانه ويصح حديثه إذا تحدث مع الناس، ويكون جاذباً لغيره حينما يتحدث، فاللغة العربية لها مكانتها. قال: اللهجات كلها ليست عربية في هذا الزمن؟ فالجواب عن هذا ليعلم أن عدد حروف اللغة العربية 28 حرفا لا تزيد عن هذا. ولذا أبو العلاء المعري، وسبق أن بينت أنه من فلاسفة الإسلام والذي ظل بشعره معري وقد عرى شعره من كثير من الخير، لما قال: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، قال له صبي: إن كنت صادقا فأت بحرف زائد على حروف اللغة العربية، فألجمه هذا الطفل. الشاهد من هذا أن اللغة العربية ضعفت فيما مضى وتضعف الآن تضعيفا عظيما، إما بسلب هذه اللغة سلبا بحيث ينطق المسلم ولا ينطق باللغة العربية، أو أنه تذكر له لغات نادرة وقليلة. فأعود إلى هذا الحوار اللطيف الطيب الذي أفادني حقيقة في كتاب جمهرة العرب لأبي بكر محمد الأزدي المتوفى سنة 321 للهجرة، ذكر أن حروف اللغة العربية 28 حرفا ولا تزيد عن هذا، لكن العرب إذا اضطروا اضطرارا ليس اختيارا، إذا اضطروا إلى أن يتحدثوا بحرف جعلوا هذا الحرف في مخرجه بين حرفين. مثال ذلك حرف الجيم، الجيم هو بين، إذا اضطروا إليه، وهي لغة في اليمن قديما كما قال رحمه الله، الجيم إذا اضطروا إليه اضطرارا ليس اختيارا، إذا نطقوا الجيم نطقوه بين القاف والكاف، مثل جمل يقولون كمل كمل، فهو بين القاف وبين الكاف. إذن ما ينطق به بعض من في تلك البلدان لغة، لكنها لغة لا تفعل إلا إذا اضطر أهل اللغة إليها، وفي هذا الزمن ليس هناك اضطرار. الوجه الثاني وهو أن هناك بعض اللغات نادرة وليست مشتهرة وينطق بها بعض الناس، وسمعت بعض الناس ينطق بها، وهي أن الكاف للمخاطبة، لمخاطبة المرأة، لمخاطبة المؤنثة، ينطقونها شينا، ينطقونها شينا. مثلا: ما بالك يا امرأة، يقولون ما بالشي يا امرأة، وهذا لغة موجودة. ولذلك يقول الشاعر: فعيناك عيناها وجيدك جيدها، سوى أن عظم الساق منك دقيق. هذا نطق بتلك اللغة، فعيناشي عيناها وجيدشي جيدها،
سوى أن عظم الساق من شيء دقيق. هذه فائدة لغوية، ولذا لنحرص. بارك الله فيكم على تعلم اللغة العربية، فإن بها خيرا عظيما.